أعزائي مشاهدي بيت المبدعين للفنون والإعلام، تحياتي ألمى العربي وتحيات بيت المبدعين للفنون والإعلام. الحياة حلوة والحياة ما بتكونش حلوة غير لما يكون معانا الناس الحلوة، والنهاردة معانا من الناس الحلوة رئيس مجلس أمناء مؤسسة أوتار الحنان. هيكون معانا النهاردة الأستاذة حنان البياني رئيس مجلس أمناء مؤسسة أوتار الحنان، هنتعرف معاها على نشاط مؤسسة أوتار الحنان بعد الفاصل. هتكون معانا الأستاذة حنان البياني، انتظرونا.